السلام عليكم خوتي، كيف حالكم؟ كلشي مزيان؟ غادي نهضروا على البيرمي المغربي والتغيير ديالو هنا في ايطاليا بالنسبه للجداد الاخوان، ونهضروا على الريزيدنس، الشهاده السكنه وكلشي، وشي شروط واجراءات. واحد الاخ هنا كاين في الجروب ديال كل ما يهم الجاليه المغربيه في ايطاليا، جا لايطاليا خدا يلا خدا البيرميسو دي سوجورنو ديالو، وباقي ما دارش الريزيدنس، باقي ما دارش شهاده السكنه، لان الا كنتي باقي ما مدوش البيرمي المغربي وجيتي لايطاليا ودرتي شهاده السكنه، الا دوزتو في المغرب ما غاديش يقبلوه لك، لان شرط من الشروط خاص ضروري الا باغا تبدل البيرمي المغربي في ايطاليا يكون عندك قديم بعامين قبل ما دير الريزيدنسا وشهاده السكنه في ايطاليا. هذا الاخ جا بلا بيرمي لايطاليا، خدا البيرميسو دي سوجورنو ديالو وما دارش الريزيدنسا، يعني باقي ما دارش شهاده السكنه. دابا هو كيسول غادي يمشي للمغرب ويدير البيرمي ويجي، واش عنده شي مشكل ولا ما عندوش، واشنو هي الاجراءات؟ وهذا الشيء هذا الاخوان راه ممكن يطيح فيه اي واحد جا لهنا لايطاليا وما دوش البيرمي في المغرب باش يبدلو هنا في ايطاليا، لان ضروري كاين شروط باش انك تبدل البيرمي. ايطاليا هنا اشنو كتقول القانون ديالها؟ من بين الشروط اللي اهمها الاخوان، هذا غير واحد من بين الشروط، خاص ضروري الا باغي تبد عندك بيرمي مغربي وجيت للطاليان وباغي تبدلو، قبل ما دير الريزيدنسا خاصو يكون قديم عندك بعامين، يعني البيرمي المغربي يكون قديم عندك بعامين، تكوني درت الريزيدنسا وكل شيء عاد ممكن انك تبدل، يعني كتبقى بحال شي بروفا، ولا عاطينك انك بحال عاطينك مهله تبقى تسوق وحتى تتعلم. اللي بغينا نقولوا ان البيرمي راه عندك قديم بعامين، عاد عندك حق ان تبدل البيرمي المغربي هنايا. هذا الاخ هذا وكيف ما قلت لكم ممكن اي واحد انه يطيح في هذا المشكل هذا، خذا البيرميسو ما دارش الريزيدنسا وبغى يمشي حتى للمغرب ويدوز البيرمي وعادي يجيبو وعادي يدير ريزيدنسا هنا ويبدلو. سمعوني مزيان، هو غادي يمشي دابا يدوز البيرمي ياك، غادي يجي لهنا لايطاليا خاصو عامين دوز عليه عاد ممكن يصبح عنده حق انه يدوز البيرمي، وضروري يكون عندك عامين قلنا قبل شهاده السكنه. يعني هنا المشكل فين كاين؟ انت غتقول لي ها هو مشى وجابو معاه ويتسنى هاد العامين كاع عاد انه يدير شهاده السكنه؟ لا، كاين مشكل اخر. هادشي علاش غنقول لكم اي واحد باقي ما طلعش ايطاليا كيفكر يطلع، عنده كونترا خرجت ليه كيتسنى موعد ولا باغي يدفع كونترا، ولا يدوز البيرمي من الاحسن دابا وعاد يطلع لايطاليا باش ما يلقاش هذا المشكل. هاد الولد هذا فاش غادي يجيب معاه البيرمي من المغرب لهنا وباقي ما داش الريزيدنسا، اشنو المشكل اللي غادي يكون عنده؟ وهو التغيير ديال البيرميسو دي سوجورنو. والتغيير ديال البيرميسو دي سوجورنو في الثاني، يعني التجديد ديالو ضروري العام الاول، كيعطيوك عام في البيرميسو سوجورنو اول مره فاش كتجي لهنا لايطاليا، كيعطيوك عام ولا عامين. فاش هو غادي يمشي وغادي يدير البيرمي وغادي يجي لهنا غادي يوفى ليه البيرميسو وخاص ضروري يجدو. فاش كيبغي يجدد البيرميسو الكويستوره ولا الشروط ولا الاجراءات اللي خاصو يدير، كيطلبوا منه ضروري الريزيدنسا وتكون عنده كارتا ديدنتيتا، يعني خاص ضروري شهاده السكنه. في هذه الحاله هذه عندك مشكل، اما غادي تخسر البيرميسو دي سوجورنو ديالك، واما غادي تخسر البيرمي ديالك اللي جيتي معاك من المغرب، خاصك تعاود بيرمي اخر هنا. وانا كنتمنى اي واحد ما يطيحش في هذا المشكل هذا، ونتمنى ان من بين الاجراءات والشروط ما يقبلوش لك الريزيدنسا في التغيير ولا في التجديد ديال بيرميسو دي سوجورنو، لان القانون كيختلف هنا في ايطاليا من بلديه لبلديه ومن جهه لجهه ومن منطقه لمنطقه. ممكن في التغيير ديال بيرميسو دي سوجورنو ولا التجديد ديالو يقولوك شوف جيب لينا الريزيدنسا، الا قالوك جيب لنا الريزيدنسا وانت يلا دوزتي البيرمي وباقا ما كملاتش عليه عامين، عندك مشكل، اما ما غتجددش الوراق ديالك، واما خاصك يعني اختلفت شرط من الشروط، خاصك ضروري تبدل ولا دير بيرمي جديد هنا في ايطاليا. يعني حذو من هذه النقطه ديال الاخوان، الناس اللي كتسول عليها غادي تمشي دير بيرمي وعاد ترجع هنا وعندها غير بيرميسو دي سوجورنو محدود، راه في التجديد غادي يطلبوا منك الريزيدنسا، كارتا ديدنتيتا يعني ضروري شهاده السكنه، ولا كارت ناسيونال بطاقه التعريف الوطنيه ديال هنا ديال الطاليان، وبعض المناطق ممكن يطلبوا لك غير اوسبيتاليتا. سمعوني كنقولها، غيدخل شي واحد يقول لك لا راه كاين، ممكن في بعض المناطق يطلبوا لك غير ورقه ديال الضيافه، السكنه ديالك، العبار ديال الدار، وممكن انهم يدوزوا لك ولا يغيروا لك ولا يجددوا لك بيرميسو دي سوجورنو الاول ديالك في المثال بلا ريزيدنسا. كنتي جاي لايطاليا، سمعني مزيان، كنتي جاي لايطاليا
دوز البيرمي هو الاول عاد جي، واخا حتى كاين مشكل باقي ديال النسخه ديال 2020 دابا. فاش المغرب دار نسخه اخرى جديده اللي هي ديال 2020 باقي فيها مشكل، ما كاينش اتفاقيه، باقي ما وصلوش للحل والاتفاقيه ديال تجديد هاد النسخه ولا التغيير من بيرمي مغربي النظير ديالو الايطالي. المهم كنتي جاي دير البيرمي وعاد جي هنا ان شاء الله، والله يسهل عليكم كاملين جميع. غادي نهضروا على القرعه ان شاء الله اللي غادي تكون ديال الكونترا، ماشي كونترا في الفلاحه ولا في الريستورات ولا الفندقه ولا في السياحه ولا الشوافريه ولا البني، كونترا ديال دوميستيكو اللي هضرت لكم عليها الاخوان. وشحال من واحد كيدخل كيقول لك امتى غادي تكون القرعه ان شاء الله، انا ما بغيتش نتسرع ونجرب ندير القرعه اليوم ولا غدا. المهم غادي نتعرفوا التاريخ امتى ان شاء الله تكون هذه القرعه هذه ديال قطاع الدوميستيكو ديال خادم البيوت راجل ولا امراه ان شاء الله. فاش غادي نديروا الاخوان القرعه غادي تكون على المباشر، غادي نخلطوا ونهزوا السيد ولا السيده اللي غادي تجي فيه القرعه، نحاولوا اننا نتواصلوا معاه ولا معها مباشره، يخلي لنا المعلومه الشخصيه ديالو، باسبور، النمره ديال التليفون، ونهضروا معاه ونبقاو نتواصلوا معاه دائما ان شاء الله، ندفعوا ليه ونعطيوه لا ريتشي فوطا، نعطيوه الروسي ديالو ونهنيوه ان شاء الله، وان شاء الله تقبل له الطلب وتخرج له الكونترا، نعاودوا نتواصلوا معاه ورسلوا له الكونترا، وان شاء الله كذلك نقطعوا له حتى البي وياخذ الموعد. كل شيء غادي نديروا ان شاء الله لهذا السيد اللي غادي يكون محظوظ ولا السيده اللي غادي تجي فيها القرعه ديال الدوميستيكو ديال خدم البيوت. واللي باغي يدير هذه العمليه بطبيعه الحال راه كنت ديجا طرقت لهذا الموضوع هذا، اللي بغى يجيب شي حد ما فيها باس انه يتعاون مع خوتو المغاربه. وانا القرعه اللي غادي نديرها ان شاء الله بدون استثناء غادي اللي طلع اللي كان في اللايف هو اللي غادي يستافد، اللي كان في اللايف هذاك النهار ديال القرعه هو اللي غادي يستافد. نحاولوا اننا نسجلوا الاسماء ديال الناس اللي هما حاضرين في اللايف، كنتي مغربي تونسي جزائري مصري كيف ما كان جنسيتك. المهم لا تخطر حتى اللي غادي تاخذ ان شاء الله الكونترا. سمعوني مزيان بالنسبه للناس اللي كيسولوا على التاريخ ديال هذه القرعه هذه امتى غادي تكون ان شاء الله، نهار يتحط القانون في الجريده الرسميه، هذه الجريده ديال الاخوان هي حكوميه رسميه كيتحطوا فيها جميع القوانين اللي كتصادق عليها وكتصبح قانون وكتوافق عليها. انا ما بغيتش كيف ما قلت لكم ندير قرعه اليوم ولا غدا، بغيت حتى تفتح حتى يعلنوا على الاخوان، ماشي تفتح حتى يعلنوا على القانون. لا تفتح القانون حنا كنعرفوا بان خاصك دير طلب في النهار الاول باش انك تستافد من الكونترا ديالك وتدخل الحصه اللي كيحدوا لكل عماله. المهم يتحط القانون ديال 2023 2024 في الجريده الرسميه، ونشوفوا كذلك الحصص اللي غادي يخصوا لكل عماله ولكل دومين ولكل سيتور. حنا اللي كيهمنا هو الدومين ديال الدوميستيكو، لان هذا هو اللي غادي ندفع فيه انا طلب لاي واحد تختار وتعزل وجات فيه القرعه وكيف ما كانت الجنسيه ديالو، ما عنديش انا فرق غير هو حاجه وحده الاخوان. من الاحسن الناس اللي هما ديجا هنا في ايطاليا، يعني الواحد ما يشاركش، يخليو غير الناس اللي في المغرب يشاركوا، ماشي شي واحد هنا في ايطاليا يقول لي لا راه بغيت باش نجيب ولد اختي ولا خويا ولا هادشي علاش انا تقيدت. من الاحسن يكون في المغرب باش يتعزل ويجي لهنا ايطاليا ان شاء الله وكيف ما كانت الجنسيه ديالو. المهم تاريخ ديال القرعه ان شاء الله الاخوان، القانون ديال دكريتو فلوسي يتحط في الجريده الرسميه يتعلن عليه، غادي نشوفوا ان شاء الله تاريخ ديال تقديم الطلبات. اون فوا يتعلن على القانون في الجريده الرسميه حنايا غنديروا قرعه ديال دوميستيكو ونعلنوا على التاريخ ان شاء الله ديال تقديم الطلبات. ونتمنى لكم الخير كاملين، ونتمنى انكم تلقاو اللي يدفع لكم كونترات سواء في الدوميستيكو فابور في سبيل الله ولا شي واحد يعاونك صاحبك من العائله او تشريها. حنا كنعرفوا هذا الشيء هذا راه باين ومعروف في المغرب وفي الدول المغاربيه بان الكونترات راهم كيتشراو الاخوان. المهم انا كنوعدكم كونترا فابور في سبيل الله نديروا عليها قرعه والله يسهل عليكم كاملين. قانون يتحط في الجريده الرسميه، انا معكم الاخوان.